احنا المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على الدوز ريسبونس كيرف، وقعدنا نتكلم على البوتنسي والافيكاسي والاجونست والانتاجونست والحاجات دي. في الدوز ريسبونس كيرف لو تفتكروا كنا قلنا الجريد دوز ريسبونس كيرف يعني معناها بقعد اجرب دوزس او انكريزنج دوزس من الدراج بتاعي واقعد اشوف الريسبونس. طبعا كل ما بزود الدوز كل ما الريسبونس ايه قاعده بتزيد، تمام، او الافكت بتاعي. يعني مثلا انا بستخدم دواء مثلا انتي هايبرتنسيف، كل ما بقعد ازود الجرعه بتاعته كل ما بيقلل الضغط ايه اكتر. دي بيسموها جريدد دوز ريسبونس كيرف، لان في حاجه تانية اسمها كوانتال دوز ريسبونس كيرف. هي نفس شكل الكيرف، هو يعني الكيرف بيبقى سيجمويدال كده برضه اهو، ولكن الاختلاف هيبقى ايه؟ احنا كنا هنا لو تفتكروا في الجريد الدوز كنا بنحط لوج الدوز او لوج الكونسنتريشن، وكنا بنحط هنا الافكت. ده فين؟ ده في حاجه اسمها جريد الدوز، انما هنا في حاجه اسمها كوانتال. كوانتال دوز ريسبونس كيرف ده بقى بنعمل ايه؟ ده بيبقى علاقه ما بين لوج الدوز زيه زي الجريدد اللي احنا كنا شارحينه المره اللي فاتت، بس الاختلاف بدل ما احط على الواي اكسس هنا، بدل ما كنت بحط الافكت، لا ده انا بعمل بيرسنت اوف بيشنتس. يعني ايه برضو؟ بمعنى ان انا هنا بقوم قايل اجرب الدوز الاولانيه، تمام، وبعدين اديتها مثلا ل 10 بيشنت، وبعدين اشوف كام واحد من ال10 بيشنت استجابوا. بمعنى انا عندي دواء مثلا انتي ابيليبتيك يعني بيعالج الصرع، تمام، فرحت جايب 10 اشخاص عندهم صرع ورحت مجرب عليهم جرعه من الدواء بتاعي، وبعدين اقوم باصص على ال10 اشخاص دول كام واحد منهم استجاب وتعالج. مثلا طلع بالجرعه القليله دول دي 10 واحد بس من ال10 اللي استجاب، يبقى البيرسنت بتاعت الناس اللي استجابت او اللي بان فيها الافكت كام؟ 10%. بعد كده اجيب مجموعه، طبعا هو الحاجات دي بتتجرب على الفئران، يعني اجيب مجموعه تانية من الفئران واقوم مجرب عليها جرعه اعلى، تمام، اجيب 10 فئران تانيين واجرب عليهم جرعه اعلى، وبعدين ابص كام واحد فيهم اتعالج من الابيليبسي، يعني ما عادش عنده ابيليبسي. مثلا هنفترض ان هم بقوا 20، يعني 20% يعني اتنين ما عادش عندهم صرع اتعالجوا، يبقى اذا احط هنا 20%. اقوم مجرب جرعه اعلى على 10 فئران تانيين واقعد ابص على ال10 فئران بعد ما اديهم الدواء كام واحد فيهم ما عادش عنده صرع، مثلا بقوا 3 يبقى 30%، وهكذا. يبقى انا هنا بقعد اجرب increasing doses من الدواء بتاعي، ولكن لما باجي احط هنا على الواي اكسس انا بشوف بقى نسبة الناس اللي استجابت للدواء. ده اللي هو الكوانتال دوز ريسبونس كيرف. تاني يا جماعة، الجريدد دوز ريسبونس كيرف اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت انا كنت بعمل ايه؟ ممكن بجيب فار واحد او بجيب شخص واحد واقعد اجرب عليه increasing doses من الدراج واشوف الدواء ده هيبقى تاثيره قد ايه، تمام. يعني مثلا جبت واحد او جبت فار عنده هايبرتنشن وقعدت اجرب عليه increasing doses من الدواء وكل شويه اقعد اقيس الضغط بتاعه، عشان كده يبقى انا بعمل علاقه ما بين الدوز والايه والافكت. ده اللي هو مين؟ الجريدد دوز ريسبونس كيرف. انما الكوانتال بقى يختلف، انا هنا مش بقيس افكت، انا هنا بقيس نسبة الناس اللي بتستجيب، تمام، نسبة الناس اللي بتستجيب للدواء. يبقى انا بستخدم هنا increasing doses من الدواء على مجموعات مختلفة من البيشنتس او من الانيمالز، تمام. هجرب مثلا الجرعة الصغيرة دي على مجموعة من الانيمالز وليكن 10 فئران عندهم صرع، عندهم convulsions، عندهم epilepsy. لو لقيت واحد ما عادش عنده يبقى انا كده الافكت بتاعي واحد هو اللي اتاثر، يبقى 10%، واحد من ال10 يعني اللي 10%. اجرب بجرعه اعلى هلاقي مثلا اثنين ما عادش عندهم ابيليبسي انما الباقيين عندهم ابيليبسي او صرع، يبقى كده الافكت 20%. اجرب جرعه اعلى 30% اتعالجوا، 40%، 50%، وهكذا.
تمام. يبقى هي دي اللي هي كوانتال دوز ريسبونس كيرف، ساعات بيسموها ايه اول اور نان. يعني ايه برضو؟ يعني انا بجيب الفئران ابص عليها، ها مين اللي ما عادش عنده ايبيليبسي ومين اللي لسه عنده عشان اعمل العلاقه. يبقى انا جبت كذا مجموعه من الفئران اهي، عشان لو ما حدش لسه فاهمها، وليكن مثلا 5 مجموعات، اديت ده جرعه 1 مللي جرام، واديت المجموعه دي 2 مللي جرام، واديت المجموعه دي 3 مللي جرام، واديت المجموعه دي 4 مللي جرام، واديت الاخيره دي 5 مللي جرام. كل مجموعه من دول فيهم اصلا 10 فئران، وال 10 فئران او كل الفئران دي عندها صرع. فالمجموعه اللي خدت 1 مللي جرام من الدواء اللي بيعالج الصرع، في مثلا فار واحد بس هو اللي ما عادش عنده صرع. يبقى اذا البيرسنت بتاعت الفئران اللي ما عادش عندها صرع او اللي ظهر فيها الافكت 10%. بعد كده الجرعه اللي خدت 2 مللي جرام، هبص على 10 فئران، لقيت 8 لسه قاعدين بيعملوا ايبيليبسي او كونفولشنز واثنين بقوا زي الفل، يبقى كده الافكت كام؟ 20%. طيب الثلاثه مثلا لقيت عادي، الثلاثه بقوا زي الفل، يبقى 30%. تمام؟ 4 40%، 5 50%، 6 60%. وبعدين اقوم عامل علاقه ما بين الجرعه هنا على الاكس اكسس والبرسنت اللي ظهر فيها الافكت على الواي اكسس. ده بيسموه ايه بقى؟ اللي انا بيبقى الواي اكسس بتاعه بيرسنت، ده بيبقى اسمه كوانتال دوز ريسبونس كيرف. ايوه، ايه لازمته؟ ايه لازمه ده؟ الكيرف ده بقدر احسب منه حاجتين مهمين لكل دواء، اللي هو ازاي؟ يعني مثلا الكيرف الاخضر ده انا خلاص قعدت ادي الفئران مجموعه تركيزات مختلفه من الدواء، وبقيت اشوف بيرسنت الفئران اللي ظهر عليها الافكت، وطلع لي الكيرف ده. اقدر من الكيرف ده اشوف لو نسبه الناس اللي ظهر عليها افكت 50%، ايه الجرعه المقابله ليها؟ يبقى اذا الجرعه دي هتبقى ايه؟ هي دي الجرعه اللي بتدي تاثير في 50% من البيشنس. دي بيسموها اي دي 50، يعني افكتيف دوز 50. تمام؟ طيب ممكن بنفس الطريقه اجرب بقى جرعات اعلى، يعني بدل ما كنت بجرب واحد واثنين وثلاثه واربعه، انا هجرب جرعات اعلى عشان اشوف التوكسيك افكت بتاع الدواء. يعني مثلا بدل واحد انا هجرب 10 مللي جرام، بدل مثلا اتنين ممكن اجرب 20 مللي جرام، اجرب 30 مللي جرام على الفئران. انا هنا بقى بشوف ايه؟ اللي هبص على الفئران مش هبص هو راح من عندها الكونفولشن ولا لا، انا هشوف توكسيك افكت معين حصل فيها ولا ما حصلش. يبقى الكيرف الاحمر ده برضه هجرب جرعات مختلفه على الفئران واشوف التوكسيك افكت. برضه كل ما الجرعه بتزيد كل ما النسبة اللي هيظهر عليها التوكسيك افكت هتزيد، وهم شايف عند 50% فين الجرعة؟ يبقى دي الجرعة اللي هتعمل توكسيك افكت في 50% من البيشنس، ودي بسميها ال دي 50. تمام؟ ال ال دي 50 وال اي دي 50 دي اللي خدناها قبل كده، اللي هي بنحسب منها ثيرابيوتيك اندكس، اللي هو الثيرابيوتيك اندكس وامتحنته عليه قبل كده، ده اللي هو بيساوي ال دي 50 على الاي دي 50. يبقى اذا ال دي 50 والاي دي 50 دول بيتحسبوا من كيرف اسمه كوانتال دوز ريسبونس كيرف، ان انا اقعد اجرب جرعات مختلفه من الدواء واشوف نسبه الناس اللي هيظهر عليهم افكت، واحسب لو الافكت 50% يبقى الجرعه كام. وبرضه بجرب جرعات مختلفة من الدواء واشوف نسبة الناس اللي بيظهر عليهم التوكسيك افكت، وبعدين اشوف 50% ده هتبقى جرعته كام، واقسم ده على ده هيطلع لي الثيرابيوتيك اندكس. واحنا قلناها قبل كده بتفاصيلها، اللي هو ايه؟ ان كل ما يزيد الثيرابيوتيك اندكس كل ما الدواء بتاعي يبقى مور سيف، لان معنى ان انا بقول الثيرابيوتيك اندكس زاد يعني معناها ان الفرق ما بين الجرعة اللي بتموت والجرعة اللي بتدي افكت الفرق كبير. يبقى اذا الدواء بتاعي هيبقى مور سيف. تمام؟ طبعا كل ما يقربوا لبعض يبقى انا خاف من الدواء. يعني عندنا مثلا ديجوكسين هتلاقي الثيرابيوتيك اندكس بتاعه مثلا 2،
ده معناه ان ال LD50 وال ED50 قريبين جدا من بعض، تمام؟ انما مثلا حاجه زي البنسلين، يعني الرسمتين دول مثلا، الرسمتين دول لو جينا نشوف ال ED50 هتلاقي مثلا الرقم ده وليكن 5، وهنا مثلا ال ED50 ال LD50 قصدي 50. طيب لو انا جيت على كيرف تاني، ده ال ED50 وده ال LD50، هتلاقي الفرق ما بينهم هيزيد، يبقى الدواء ده مور سيف عن الدواء ده، تمام؟ سيبكم الجمله دي مالهاش لازمه، احنا بس عندنا امثله للادويه اللي الثرابيوتيك اندكس بتاعها قليله وبالتالي السيفتي مارجن بتاعها قليله، زي الورفارين، الثايوفيلين، الديجيتاليز، انما البنسلين ده الثرابيوتيك اندكس بتاعه بيبقى كبير. دي بس حته كانت ناقصه من المره اللي فاتت. مش هطول عليكم النهارده، بس يعني هنقول موضوع جديد كده وخفيف، يعني ان شاء الله يكون خفيف. في حاجه اسمها فارماكو جينومكس. ايه فارماكو جينومكس دي؟ هنقسمها اتنين، انتوا خدتوا فارماكو قبل كده يعني دراج، وجينومكس. جينومك ده اللي هو الجيناتيك ماتيريال بتاعت الشخص، يعني الجيناتيك ماتيريال بتاعت الشخص، تمام؟ الجينز كلها اللي موجوده في الشخص ده. طب ايه علاقتهم ببعض؟ هو الفارماكوجينومكس ده بتدرس في ايه؟ تاثير الاختلافات في الجيناتيك ماتيريالز بتاعت الشخص على الافكت بتاع الدراج. يعني ايه؟ يعني هم وجدوا ان انت ممكن تستخدم دواء معين تديه لأشخاص مختلفة، لقوا إن ممكن الدواء ده يدي تأثير في أشخاص، إنما أشخاص تانية ممكن ما يأثرش فيها. فقعدوا يدوروا إيه اللي ممكن يعمل حاجة زي كده، فوجدوا فعلا إن بيبقى فيه جيناتيك فاريشنز ما بين الأشخاص دي، تمام؟ فهم بقى حبوا يكشفوا بالظبط ايه الاختلافات اللي ممكن تحصل في الجينز وتخلي الناس مختلفه في الريسبونس بتاعت الدواء. هو الفكره كلها يقوموا عاملين ايه اللي هو نظام، يعني هو بيقول لك ده الاحسن، يعني ان انت المفروض، يعني اللي هو لما تيجي تعالج واحد تقوم واخد عينه من دمه وتشوف الجينوم بتاعه كامل، بحيث ان انت تكشف عن اي جينات ممكن يكون حصل فيها اختلاف، وبالتالي لو انت اديت دواء معين ممكن ما يستجيبش له، فانت من الاول كده تبقى عارف ان هو هيستجيب للدواء ده ولا مش هيستجيب، وبناء عليه تحدد له دواء ينفع معاه. تاني يا جماعه، كلمه فارماكوجينومكس الفكره منها ايه؟ ان انا هستخدم الجينو الشخص ده، اخد مثلا عينه من دمه، تمام، واشوف الجينوم بتاعه او الجيناتيك ماتيريال بتاعته كلها اللي هم ال 23 بير اوف كروموسومز، واكشف عن الجينات اللي ممكن يكون فيها ديفكت او اللي ممكن يكون فيها مشكله، واللي ممكن تخليه لو انا اديته دواء معين ما يستجيبش له، وبالتالي خلاص هيبقى الشخص ده معروف انه مش هيستجيب للدواء ده ولا الدواء ده ولا الدواء ده، وبالتالي هدور له على ادويه تانية يمشي عليها. تمام؟ هي دي فكره الفارماكو جينومكس. يبقى الفارماكو جينومكس ده بعمل استدي اوف هاو ان انديفيدوالز جيناتيك ماتيريال او جيناتيك انهيرتنس افكت ذا بودي ريسبونس تو دراجز، تمام؟ يعني انا عايز اشوف تاثير الجيناتيك ماتيريال على الدراج ريسبونس. فانا هنا يعتبر بكشف الناس اللي ممكن تبقى مور لايكلي او ليس لايكلي ريسبوند تو ا دراج. هنشوف احنا دي يعني ايه. يعني مثلا انا عندي دي مجموعه من الناس كلهم مثلا عندهم هايبر تنشن، فانا هديهم مثلا دواء في ادويه هايبر تنشن زي مثلا الكابوتين في السوق او الكابتوبريل، تمام؟ لقوا ان في مجموعه فعلا بتستجيب اللي هو العدد ده، ولكن في نسبه ما بتستجيبش او الاستجابه بتاعتها بتبقى ضعيفه، وفي ناس مش بس ما بتستجيبش، ده ممكن يحصل فيها توكسيك افكت. يعني قصدي دي بتستجيب كل حاجه بس بيحصل فيها توكسيك افكت.
هو قال لك طب ما بدل ما انا كل ما يجي لي مريض اقعد اجرب معاه الدواء بتاعي واشوف، واخليه يجي لي بعد مثلا شهر ولا حاجه، اشوف الدواء بتاعي عمل معاه مفعول ولا لا. فطبعا لو عمل معاه مفعول يبقى تبع المجموعه دي والحمد لله اموره زي الفل. طب ممكن ما يعملش معاه مفعول خالص ويمكن يبقى حظه وحش واجي اديله الدواء يقوم عامل له توكسيك افكت. هو عشان كده يقول لك ايه، طب ما بدل ما اقعد اعمل كده. وطبعا هم شافوا ان الحوارات دي ممكن تحصل في ادويه مهمه جدا زي الاس انهيبيتورز، زي البيتا بلوكرز، زي ادويه الاكتئاب، زي ادويه اللي بتخفض الكوليسترول، زي ادويه مثلا بتاعه الازمه. فيقول لك كل دي تعتبر تكاليف يعني على الاقتصاد، مش بس تكاليف على الاقتصاد وبتضر الشخص كمان. فبداوا يتجهوا لان طب ما بدل ما اقعد اجرب على الناس عشوائي واقعد كل شويه اتابع يا ترى ده معاه افكت ولا ما اداش افكت، طب ما انا اسحب اخد العينه من دمه واشوف الجينوم بتاعه من الاول، وقبل ما اديله الدواء اشوف يا ترى الجين اللي ممكن يخلي الدواء ده او يعني اللي مسؤول عن الدواء ده مثلا يدي تاثير، هل الجين ده عند الشخص ده فيه مشكله ولا لا؟ عشان من الاول كده لو لقيت الشخص ده عنده مشكله في الجين ده اهو يبقى بلاش الدواء ده واجرب معاه دواء تاني يظبط معاه. هي دي الفكرة. تمام؟ تمام. هو طبعا هتلاقوا في بقى، هي دي خلاص احنا قلنا الفكرة، احنا هنتكلم بس عن تفاصيل الكلام شوية. في عندي حاجة اسمها فارماكو جيناتكس وفارماكو جينومكس. يعني هو واحد أشمل من التاني، يعني احنا كنا لسه قايلين دلوقتي جينوم هي كل الجيناتيك ماتيريال اللي في جسمنا. يعني هو ده الدي ان ايه كلها او الكروموزومز كلها اللي في الجسم. انما لما اقول فارماكو جيناتكس يبقى انا بدرس تاثير جين معين، جين واحد، جين معين او مجموعه من جينات معينه على دواء معين. يبقى انا هنا بخصص، يعني فارماكو جينوميك يبقى انا بجيب الجينوم كله واكشف فيه عن كل الجينز اللي ممكن يبقى فيها ديفكت. انما فارماكو جيناتكس يعني انا بنقي جين معين وعايز اشوف تاثيره على الدواء بتاعي. طيب احنا بنقول انا ليه باخد عينه من دمه وبشوف الجينوم بتاعه؟ عشان انا ممكن الاقي جينات معينه فيها ديفكت او فيها اختلاف عن الناس النورمال، وهي دي اللي مخلياه مش عارفه يستجيب للدواء. تمام؟ طيب الاختلاف ده اللي هما بيسموه ايه؟ بيسموه ميوتيشن او بولي مورفيزم. ميوتيشن او بولي مورفيزم. هما الاتنين يعتبروا نفس الكلام، بس الاختلاف في ايه؟ ان الميوتيشن ده بيبقى يحصل في نسبة قليلة جدا من الناس، وده اللي بيبقى مسؤول عن الامراض اللي هي الامراض الجيناتيك، الامراض الوراثية. تمام؟ انما بولي مورفيزم هو ولكن ده بيبقى مور بوبولار، وغالبا بيبقى في جينات، غالبا بيبقى في جينز، يعني بيحصل في جينز ما تسببش امراض وما بتظهرش اي اعراض على الشخص ده، يعني الشخص ده قدامك ويبان عليه سليم، ولكن هو مشكلته ان انت الجينز اللي حصل فيها ديفكت دي ما يبانش تاثيرها لما يجي ياخد دواء معين فتلاقي تاثيره مش بيبان او بيحصل فيه مشكله. يبقى البوليمورفيزم ده يختلف عن الميوتيشن في ايه؟ ان هو بيبقى مور كومن او بيحصل في نسبه اعلى من البوبيوليشن او من المجتمع. تمام؟ وكمان غالبا ما بيبقاش اسوشيتد ويز ديزيز، انما غالبا يعني الشخص اللي عنده الميوتيشن ده او البوليمورفيزم ده ما بيبقاش باين عليه اي اعراض مرض، ولكن هي بتبان لما يجي يستخدم دواء معين او ممكن تزود الريسك ان يجي له مرض معين بعد كده، يعني تزود الريسك ان يجي له مثلا ليفر ديسيز، تزود الريسك ان يجي له هايبر تنشن. تمام؟ انما هو كشخص مولود طبيعي سليم مش باين عليه اي حاجه. تمام؟ طيب انتوا عارفين ايه اللي بيحصل في البوليمورفيزم؟ حاجه اسمها سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم. يعني ايه؟ يعني الخلل كله، انتوا متخيلين الخلل كله في ايه؟ ان نيوكليوتايد واحده بس اللي اتغيرت. يعني انت ممكن تلاقي الجين بتاعك، جين اللي هو بيبقى عدد من النيوكليوتايدز، يعني مثلا هعتبر ان ده الجين، هو يبقى اكبر من كده مثلا، يعني هو سلسله اكبر من كده طبعا. الجين كله سليم، المشكله كلها هتلاقي بس نيوكليوتايد اتغيرت، بدل ما هي سي وبالتالي رابطه في جي بقت سايمين وبالتالي رابطه في ادينين، بس
عشان كده بيسموها السنجل نيوكليوتايد بالمورفيزم. يعني الراجل اللي الدواء مش عارف يدي فيه تأثير يختلف عن الراجل النورمال او الشخص النورمال في نيوكليوتايد واحدة بس اتغيرت. بس خلي بالك النيوكليوتايد دي مش حاجة هفق كده، لا ده هو النيوكليوتايد دي ممكن تعمل بلاوي. يعني اقرا لكم بس الحتة دي، يبقى اهو السنجل نيوكليوتايد بالمورفيزم، يبقى الاختلاف في سنجل نيوكليوتايد بس. يعني مثلا لو انا عندي سيكونس مثلا في دي ان ايه في الشخص النورمال كان اي اي جي سي 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 تي، في الشخص الثاني المشكله اللي عنده بدل مثلا السي ده اهي ده الدي، بس هي التغييره دي. وبالتالي كده بقى يعتبر عندي لنفس الجين ده اهو بقى في منه نسختين، النسخه السليمه الشغاله ال100% والنسخه الثانيه اللي بايظه. لما بلاقي من جين اكتر من نسخه في اشخاص مختلفين بنسميهم، او بنقول على النسخ المختلفه دي بنسميهم الليلز. يعني انا مثلا دلوقتي في شخص اهو عنده الجين السليم، يبقى ده بنقول عليه غالبا اللي بيبقى الجين السليم ده بيقولوا عليه الليل رقم واحد، ده السليم بيحطوا جنبه نجمه كده. طيب عندي شخص تاني مثلا الليل بتاعه او النسخه بتاعته مختلفه عن دي وفيها ديفكت، بنديها رقم تاني وجنبيها مثلا ستار. في مثلا نسخه تانيه يبقى اديها رقم تالت وجنبيها ستار. يبقى ده معناها ان في اشخاص مختلفين في اكتر من نسخه لنفس الجين، وطبعا النسخ دي بتختلف في البروتين اللي بتطلعه. يعني مثلا يعني هتلاقي الجين السليم ده، مثلا الجين السليم ده اللي هو انت لو اديته الدواء هيدي فيه تأثير زي الفل. المجموعة التانية من الناس اللي عندهم الجين ده غالبا ممكن الجين اللي يخلي الدواء بتاعك ما يبقاش له تأثير. ممكن تلاقي المجموعة التالتة دي غالبا عندهم جين ممكن يخلي الدواء بتاعك يعمل توكسيك افكت. تمام؟ يبقى النسخ المختلفة اللي موجودة في أشخاص مختلفة لنفس الجين دي بنسميها الليلز. طيب هل ممكن فعلا مجرد تغيير البيز تعمل المشاكل دي كلها؟ معرفش انتوا خدتوها ولا لا، بس انتوا مش كنتوا بتاخدوا مثلا ان الدي ان ايه، لو فرض ان ده دي ان ايه مش ده اللي كان بيحصل له ترانسكريبشن ويطلع ام ار ان ايه، وكان كل ثلاثة نيوكليوتايد في الار ان ايه كانوا بيسموها كودون، وكان كل ثلاثة بيز كانوا بيبقوا مسؤولين عن تكوين 1 امينو اسيد. بتاخدوها كده اللي هو انت عشان تصنع بروتين من الدي ان ايه كان الدي ان ايه الاول يحصل له ترانسكريبشن ويطلع لي ام ار ان ايه. الام ار ان ايه ده اهو كل ثلاثة نيوكليوتايد فيه بيسموها كودون، وبتبقى مسؤول عن تصنيع 1 امينو اسيد. تمام؟ طيب انا بقى لو انا جيت في كودون معين ورحت مغير بيز بس، ما هو انت لما الدي ان ايه تغير فيه بيز اكيد الام ار ان ايه اللي هيطلع منه هيبقى فيه بيز متغيره. تمام؟ يبقى انت عندك الكودون اهو ممكن تلاقي بيز فيه اتغيرت. طب ده ممكن يديك ايه؟ يعني انت لو غيرت بيز ده ممكن يديك ايه؟ ممكن يطلع لك بروتين فيه امينو اسيد مختلف. الحركه دي مجرد تغيير البيز ممكن تغير الامينو اسيد اللي موجود في البروتين. يعني مثلا ممكن بدل ما كان جلايسين امينو اسيد تخليه فالين مثلا، فدي بنسميها مس سنس ميوتيشن او بولمورفيزم. ممكن يبقى حظي انحس ويبقى الامينو اسيد او البيز اللي اتغيرت خلت الكودون ده اهو ستوب كودون. عارفين يعني ايه ستوب كودون؟ يعني ده الكودون اللي لما هوصل له هيقف تصنيع البروتين. فتخيل بقى انت ايه ساعتها كده البروتين اللي هيطلع من الكودون ده هيبقى قصير لان انت وقفت تصنيع البروتين. تمام؟ ممكن يبقى حظ حلو جدا والامينو اسيد اصلا ما يتغيرش، لان برضه انا ما اعرفش تخطاها ولا لا، ان انت ممكن تلاقي اكتر من كودون بيطلع نفس الامينو اسيد، فممكن يبقى انا حظ حلو والتغيير
اغير اللي حصل في الكودون ما ياثرش على البروتين سيكونس ويطلع. يعني لو انا من النوع ده يبقى حظي حلو ومش هيحصل مشكله. ليه؟ حتى لو حصل تغييرة النيوكليوتايد البسيطه ده اهي اديت لي نفس البروتين فالحمد لله انا تمام. تمام؟ انما ممكن تغييرة النيوكليوتايد تدي لي امينو اسيد مختلف. الامينو اسيد المختلف ده اهو ممكن يغير لي الاكتيفيتي بتاعت البروتين تماما. تمام؟ ممكن يبقى حظه قلنا اوحش ان يجي لي ستوب كودن يوقف لي تصنيع البروتين خالص. تمام؟ طيب ده لو الميوتيشن حصلت في نيوكليوتايد موجوده في الكودنج سيكونس، يعني اي جين، الجين ممكن تلاقي يعني ده جين اهو. تمام؟ الجين ده هو ده اللي الحته دي او الكودنج سيكونس بتاع الجين هو ده اللي بنصنع منه ام ار ان اي ويطلع لي بروتين. في حته ساعات بتبقى جنب الجين ما بت يعني مجرد بس كل اللي بتعمله انها بتساعد الترانسكريبشن بتاع الجين. يبقى في حتت جنب الجين هنا دي مش مسؤوله انها تصنع بروتين، انما كل اللي بتعمله ايه؟ انها بتتحكم في الريجيوليشن او بتتحكم في الترانسكريبشن بتاع الجين. طب افرض بقى ان التغير او البوليمورفيزم اللي حصل كان في نيوكليوتايد هنا. يعني ما هيش في الجين؟ لا. ده في حتة بعيدة أصلا عن الجين، بس لو حصل تغير فيها ساعتها هتأثر على الترانسكريبشن نفسه بتاع الجين، يعني ممكن تخلي الجين الترانسكريبشن بتاعه يقل أو الترانسكريبشن بتاعه يزيد. يبقى لو حصل ميوتيشن أو تغير في النون كودنج ريجون اللي هي ملهاش دعوة بتصنيع البروتين، يعني مش هي نفسها اللي بتصنع منها البروتين ولكن بتتحكم في التصنيع بتاعه، دي بيسموها اكسبريشن سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم. يعني انتوا اعرفوا بس كده ان هي اسمها كده، سيبكم من الكلام الباقي. تمام؟ يبقى ممكن التغير يحصل في مكان تاني بعيد عن الجين ولكن برضه هيأثر على الاكسبريشن بتاعت الجينز. تمام؟ يعني انتوا بس كل اللي هتعرفوه حتى الان واللي احنا قلناه ان انا في الفارماكوجينومكس انا باخد مثلا عينه من الدم او من الصلايفة او من اي حاجه من دي وبشوف الجينوم بتاع الشخص. بكشف عن ايه؟ بكشف عن جينز ممكن يبقى فيها بوليمورفيزم. يعني ايه؟ يعني جين ممكن تلاقي نيوكليوتايد فيه مختلفه ما بين اشخاص وبعضها. تمام؟ مختلف نيوكليوتايد واحده بس ممكن تلاقيها مختلفة من أشخاص وبعدها. ليه؟ لأن مجرد اختلاف النيوكليوتايد ده ممكن يطلع لي بروتينات مختلفة تخلي في دواء يأثر مع شخص وما يأثرش مع أشخاص تاني. تمام؟ ده اللي هو اللي بعمله في الفارماكو جينومكس. ويمكن يعني هنشوف دلوقتي يعني أكتر حاجات بيقعدوا يدوروا على الجينات بتاعتها سليمة ولا مش سليمة وبتأثر في الأدوية بتاعتي هي الإنزيمات اللي بتعمل ميتابوليزم. الإنزيمز اللي بتعمل ميتابوليزم. زي مثلا زي السيتوكروم بي 450. وأعتقد إن إحنا جبنا سيرة أصلا الموضوع ده قبل كده. زي الإنزيمز الباقية اللي هي بتاعت الفيس 2. يعني إحنا اللي مركزين أو اللي بيقعدوا يدوروا على الاختلافات ما بين الأشخاص وبعضها في الجينز اللي مسؤوله عن تكوين السيتوكروم بي 450 اللي هو كفيز 1 انزيم والفيز 2 انزيمز. تمام؟ طيب احنا دلوقتي عندنا كل شخص مننا عنده نسختين من اي جين، لان انا المفروض اي شخص بياخد نسختين من الكروموزوم، واحدة من الأب وواحدة من الأم. فاحنا حتى احنا عندنا اللي هم 23 بير من الكروموزوم، كل واحد 23 بير، يعني 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 واخد 23 من الأب و23 من الأم وعاملين بيرنج مع بعض. فأنا أي جين عندي بيبقى فيه نسختين على اتنين كروموزوم. تمام؟ يبقى في عندي أهو نسختين على
اتنين كروموزوم، تمام؟ فلو انا عندي شخص لما جيت اشوف الجينوم بتاعه لقيت الجين بتاعي اللي انا بدور عليه اللي هو زي ما احنا قلنا مثلا جين مسؤول عن تصنيع انزيم اللي هو سيتوكروم بي 450، لقيت ان هو عنده النسختين بتوعه سلام، يعني واخدهم من الاب والام سلام، ده بنقول عليه اكستنسيف ميتابولايزر، يعني ده الشخص اللي هو بيعمل ميتابوليزم طبيعي نورمال. فاهمين انا بقول ايه؟ يبقى انا بقول دلوقتي ان اكتر حاجه بيركزوا فيها في موضوع الفارماكوجينومكس هي الانزيمات بتاعه الميتابوليزم اللي هو الفيز 1 والفيز 2، تمام؟ بيدوروا على الجينز المسؤولة عن تكوينها ويشوفوا هل الناس الجين ده عندهم سليم ولا في مشكلة. فبيقول لما بيجوا يدوروا على الجينات بيلاقوا كل شخص عنده نسختين من الجين، فلو النسختين سلام يبقى ده معناه ان هيعمل ميتابوليزم طبيعي للدواء، يعني ده الراجل السليم اللي احنا بنسميه اكستنسيف ميتابولايزر، تمام؟ طيب في واحد تاني مثلا ممكن تلاقي واخد نسخة سليمة ونسخة فيها مشكلة. يبقى ده نقول عليه انترميديت ميتابولايزر. عند واحد اكتف والتاني ايه؟ نون اكتف. يبقى ده بيعمل ميتابوليزم ولكن ايه؟ اقل. طيب في واحد يبقى المنحوس بقى اللي هو واخد الاثنين ان اكتف، يعني الاثنين النسختين بتوع الجين فيهم مشكلة، يبقى ده نقول عليه بور ميتابولايزر، يعني لأن ده النسخة دي بايظة والنسخة دي بايظة وبالتالي مش هيعرف يطلع انزيم سليم، الاثنين بايظين وبالتالي مش هيعرف يعمل ميتابوليزم حلو، يبقى هو ده عنده الاثنين جينز نون فانكشنال وبالتالي مش هيعرف يعمل ميتابوليزم طبيعي، هيبقى قليل. في واحد بقى عنده بزيادة، يعني ايه عنده بزياده؟ يعني ممكن تلاقي اكتر من نسخه من الجين موجود على الكروموزوم، يعني مثلا عنده نسختين هنا، تمام؟ يبقى ده عنده اكتر من نسخه من الجين موجوده على الايه؟ الكروموزوم. فده بنقول عليه ايه؟ الترا رابيد ميتابولايزر، الترا رابيد ميتابولايزر، تمام؟ طبعا بيرمزوا لها ازاي يا جماعه؟ يعني مثلا النورمال اللي عنده نسختين، خلينا هنا عشان بس لما تقابلنا ده قلنا ده الشخص النورمال اللي هو يقول لك عنده ايه؟ عنده نسخه اهي، ده الجين السليم اللي هو نرمز له برقم واحد وجنبها ستار، عنده النسختين بتوعه سلام، تمام؟ طيب ده مثلا واحد ممكن تلاقي عنده ايه؟ عنده على الكروموزوم ده نسخة سليمة اهي برضو، وعنده هنا اتنين سلام، فبنقول عليها اتنين في واحد ستار، ده اللي هو بنقول عليه الترا رابيد. يبقى ده اكستنسيف ميتابولايزر، ده اللي هو الطبيعي، انما اللي جنبه ده الالترا رابيد لانه عنده اكتر من نص. طب اللي عنده واحدة نص نص ممكن هتلاقي السليمة اللي هي الواحد ستار دي موجودة عنده، ومثلا واحدة مضروب أو يعني مش مظبوطة مثلا اللي هي هنقول 8 مثلا، 8 ستار مثلا، ده الاتنين مضروبين يبقى هتلاقي برضو ايه؟ واخد رقمين ما هماش واحد، مثلا نقول 8 ومثلا 18 والاتنين بايظين، تمام؟ يبقى انت عندك اي شخص هيبقى عند واقع في واحد من الاربعه دول، لا اما الاثنين نسختين بتوع سلام، لا اما نسخه سليمه ونسخه بايظه، لا اما النسختين بايظين، لا اما واحد معاه بزياده اكتر من نسخه، تمام؟ عندنا امثله للانزيمات اللي يعني احنا مش هنقعد نحفظ في الارقام دي، انا مجرد بس اعرف كل انزيم شغال على ايه. يعني عندنا مثلا الانزيمات اللي دوروا عليها اللي هو زي السيتوكروم بي، احنا الفيز 1 انزيمز لو فاكرين كانوا بيبقوا سيتوكروم بي ورقم جنبه رمز، فزي السيتوكروم بي 2 دي 6 وسيتوكروم بي 2 19. على فكره احنا واخدين الامثله دي قبل كده، يعني مثلا السيتوكروم بي انا اقول لكم دلوقتي ايه اللي هتذاكروه، بس هشرح لكم بس الفكره ايه وهتذاكروا حاجه
سطرين بس. السيتوكروم بي 2 دي 6 مثلا ده مثلا مسؤول عن الميتابوليزم بتاع الكوديين، دي شرحناها قبل كده. الكوديين ده اصلا عشان يدي تأثير لازم يتحول للاكتف فورم بتاعته اللي هي مورفين. بواسطة الانزيم ده اهو اللي هو السيتوكروم بي 2 دي 6. تمام؟ طيب فلو واحد مثلا عنده النسختين بتوع الانزيم فيهم مشكلة، ايه اللي هيحصل ساعتها؟ هتلاقي مش هيعرف يعمل ميتابوليزم للكوديين، وبالتالي مش هيطلع عنده ايه؟ مورفين. فلو خد الكوديين كاناليجيسك مش هيدي معاه مفعول. ممكن تلاقي واحد اللي هو عنده مثلا نسخة سليمة ونسخة نص نص، فده هتلاقي هيعمل ميتابوليزم للكوديين ولكن قليل شوية من الطبيعي، فهتلاقي ايه؟ تأثير الدواء معاه أقل. تمام؟ واحد هيبقى عنده النسخ السليمة وواحد هيبقى، يبقى احنا خلاص احنا عارفين ان في كل حاجة هيبقى فيه أربع أصناف، يا اما ممكن يبقى دي يا اما دي يا اما دي. فاحنا بس كل اللي نعرفه ان الانزيم ده مثال الدواء اللي بيشتغل عليه اللي هو الكودين، وان لو واحد عنده مشكله فيه مش هيقدر يحوله الى المورفين اللي هو الاكتف فورم، وبالتالي مش هيسكن له الالم بتاعه. طب لو انا جيت قلت لك افرض ان الشخص ده طلع الترا رابيد ميتابولايزر، ده معناه انه بيحول الكوديين بكمية كبيرة الى مورفين، وبالتالي المورفين هيدي معاه تأثير طبعا انالجيسك، بس في نفس الوقت ممكن يعمل توكسيستي اللي ممكن يعمل له ريسبيراتوري ديبريشن ويموته. يبقى تاني يا جماعة، الشخص الطبيعي اللي هو الاكستنسيف ميتابولايزر هو ده اللي بيستفيد من الدواء زي الفل من غير توكسيك افكت كمان. الشخص التاني اللي احنا بنقول عليه الترا رابيد ميتابولايزر اللي عنده اكتر من نسخه، ده هتلاقي الدواء بيدي عنده تاثير بس بيدي عنده كمان توكسيك افكت. تمام؟ يبقى السيتوكروم بي 2 دي 6 ده بيشتغل على مين؟ على الكوديين يحوله الى مورفين. عندنا مثلا السيتوكروم بي 2 سي 19 ده بيشتغل، خدناه مثال قبل كده، بيشتغل طبعا على ادويه كتير اهو، كلوبيدو جريل ومش عارف ايه وبروبرانولول، انما اللي هيهمنا الكلوبيدو جريل. برضه ده المفروض بيحول الكلوبيدو جريل الى الاكتف فورم. يعني الانزيم ده مسؤول عن ان الكلوبيدو جريل يعرف يشتغل. يبقى نفس القصه، لو واحد اكستنسيف ميتابولايزر يعني سليم، هتلاقي الكلوبيدو جريل اللي هو الدواء اللي بيستخدم كانتي كواجولانت ده اهو شغال معاه زي الفل. تمام؟ طيب لو واحد كان من الفئه اللي هو البور ميتابولايزر، يبقى ملهاش لازمه ياخد الكلوبيدو جريل لانه اصلا مش هيتحول للاكتف فورم، وبالتالي مش هيدي معاه تاثير، يبقى ندور له على دواء تاني شبه الكلوبيدو جريل اللي هو عندنا زي الايه؟ البراسو جريل. يبقى ده هنستخدمه كالترناتيف او كدواء تاني بدل ده. تمام؟ طيب لو واحد بقى طلع من الناس اللي هم الالترا رابيد، يعني بيقدر يحول كلوبيدو جريل للاكتف فورم بكميه كبيره، لا ده تخاف منه بقى وتقلل له الجرعه شويه لان ده ممكن يزود البليدنج قوي. يبقى يعني انتوا بس تبقوا فاهمينها ليه كده، خلاص احنا عارفين واحد بيعمل كده واحد بيعمل كده واحد بيعمل كده، خلاص طالما عارف الدواء يبقى لو واحد الترا رابيد يبقى هيعمل عنده توكسيستي، لو واحد بور ميتابولايزر يبقى مش هيدي عنده تاثير، لو واحد اكستنسيف اللي هو السليم بقى ده هيدي عنده التاثير الطبيعي. كنا قلنا قبل كده ان السيتوكروم بي 3A4 و3A5 هم ممكن يبقى فيهم بوليمورفوزم وتغيرات كتيره ولكن ملهاش تاثير قوي. عشان كده احنا اللي هيهمنا في السيتوكروم بي هو ده اهو و ده اهو. تمام؟ طيب احنا ما عندناش الا انزيمين، يعني احنا مش هناخد كل السلايدز. في مثلا عندنا انزيم تاني اللي هو داي هيدرو بايرميدين دي هيدروجينيز، ده برضه فيز 1. قال انتوا كان جالكوا سؤال في الكويز اللي فات، طالما دي هيدروجينيز ريدكتيز اوكسيديز مش عارف ايه، كل ده فيز 1، انما فيز 2 لازم كونجوجيشن مع حاجه. فالانزيم اللي هو اسمه داي هيدرو بايرميدين دي هيدروجينيز، كل اللي هتعرفوه فيه ان هو ان في دواء عندنا اسمه انتي كانسر،
اسمه 5-فلورو يوراسيل. الدواء ده انتي كانسر. الدواء ده المفروض اول ما بيدخل جوه الجسم في 1 ل 3% منه بس اللي بيتحولوا للاكتيف فورم، اللي بيتحولوا للاكتيف فورم، تمام، اللي هي يعني هو 5-فلورو يوراسيل. يوراسيل دي يعني بيزا، اهي بنحولها بس الى نيوكليوتايد، و80% منه بيتكسر بالانزيم ده، بيتكسر بالانزيم ده. يبقى تاني الدواء ده اهو اللي هو الخمسة فلورو يوراسيل، ده دواء انتي كانسر بيعالج الكانسر. الدواء ده لما بيدخل جوه الجسم عشان يعرف يشتغل لازم يتحول للنيوكليوتايد بتاعته، يعني بدل ما كان يوراسيل يبقى يوريدين، يبقى بدل 5-فلورو يوراسيل يبقى 5-فلورو ايه؟ يوريدين. تمام؟ في الجسم يا دوب هو 1 ل 3% منه بس اللي بيتحولوا لاكتيف فورم ويموتوا الكانسر سيلز. انما 80% بيحصل لهم ديجراديشن او بيتكسروا بالانزيم اللي هو الداي هيدروبيريميدين دي هيدروجينيز، وبالتالي مش هيتحولوا لاكتيف فورم. طيب افرضوا بقى ان في واحد عنده الانزيم ده اهو، او الجين اللي مسؤول عن الانزيم ده فيه مشكله، وبالتالي الانزيم ده مش هيشتغل عنده. ده معناه ايه؟ ان مش هو الانزيم ده اللي كان بيكسر 80% من الدواء؟ طب لما الانزيم ده ما يشتغلش يبقى كده الاكتف فورم بتاعت الدواء بدل ما كانت بتبقى بس 1 ل 3% هتزيد اكتر من كده. ما هو المشكله بقى ان الاكتف فورم ده اهي كل ما بتزيد كل ما هتعمل توكسيستي في الشخص، يعني مش بس هتعالج الكانسر سيل وتخلصنا منها، ده هتعمل سايد افكتس كمان في الشخص. يعني نعرف بس حتى سايد افكت واحد، ان هي هتعمل مايلو سبريشن، يعني بتاثر على البون مارو بتاعه، تمام، مايلو سبريشن اللي هتاثر على البون مارو بتاعه. يبقى لو واحد عنده الجين اللي مسؤول عن تصنيع الانزيم ده هو مش شغال، يبقى ساعتها الانزيم ده مش هيشتغل، وبالتالي ال 80% اللي كانوا بيتكسروا دول ما عادوش هيتكسروا قوي، فده هيخلي كميه كبيره من الدواء بتاعتي تتحول للاكتيف فورم. هتموت الكانسر سيلز ولكن هتعمل سايد افكتس كتيره. يبقى الناس اللي عندهم الانزيم ده هو مش شغال هيحصل لهم توكسيك افكت، تمام. طيب سيبكم من الرسمه دي، دي رسمه توضيحيه ملناش دعوه بيها. اخر سلايد، هي دي اخر سلايد اللي هو برضو هناخد منها سطرين ولا حاجه. الفيز 2 انزيمز اللي هي بقى كونجيوجيشن، اللي هو مثلا زي جلوكورونازايل ترانسفيريز اللي هو بيحط جلوكيورونيك اسيد، او ميثايل ترانسفيريز اللي هو يحط ميثايل، يبقى انا كده بعمل كونجيوجيشن. طيب الانزيم ده اهو اللي هو الفورم بتاعته او نوع منه، هو الانزيم ده اسمه ايه؟ يوريدين، او مش مهم تفاصيله، اسمه اعرفه كده يو دي بي جلوكيرونوزايل ترانسفيريز. ده بيعمل ايه؟ ده بينقل جلوكيورونيك اسيد على الدواء بتاعي، يعمل له كونجوجيشن فيسهل الاكسكريشن بتاعه، تمام. فالانزيم ده اهو ده بيبقى مسؤول عن ان هو يخلصني من البيل روبين. عارفين انتوا البيل روبين؟ البيلو روبين ده اللي هو لما بيزيد في الدم بيعمل الصفرة او الجوندس، الصفرة اللي هي بتبقى تلاقي جسم الطفل خصوصا في الاطفال بتلاقي جسمه بيصفر ويعني بتصفر، تمام. فهو الانزيم ده هو بيقوم عامل ايه؟ بيقوم ماسك البيلو روبين ولازق معاه الجلوكيرونيك اسيد فيعمل كونجيوجيت. الكونجيوجيت ده يطلع من الليفر يروح على الجول بلادر وينزل مع البايل واخلص منه، تمام. طيب في بعض الناس بيبقى عندهم ديفكت في الجين اللي مسؤول عن تصنيع الانزيم ده، هو عندهم نسخه من الجين مضروبه مش مظبوطه، وبالتالي هيبقى عندهم الانزيم ده هو قليل. طب ده معناه ان هم ايه؟ ما بيعرفوش يتخلصوا من البيل روبين اللي عندهم، فطبعا هيزيد في الدم ويعمل عندهم ايه؟ جوندس، وده بيسبب مرض اسمه جيلبرتس سندروم. يعني جيلبرتس سندروم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ناس
غالبا بيبقوا ايه؟ يوروبيان. دي عبارة عن ناس بيبقى عندها ديفكت في الجين اللي مسؤول عن تصنيع الانزيم ده هو، وبالتالي ما بتعرفش تتخلص من البيلروبين، وبالتالي هتلاقي عندهم البيلروبين بيزيد في الدم ويعمل عندهم جوندس. بس ده اللي تعرفوه، هنسيبكم من دول. هو ده كان دواء تاني برضو بيشتغل الانزيم، بس مش مهم، خلينا يبقى اخرنا لغاية هنا وتعرفوها زي ما انا بقولها كده، تمام؟ طيب يبقى الانزيم ده اللي هو الجلوكرونوزايل ترانسفيريز، اللي هو انهي ايزو فورم منها او ايزوزايم منه، اللي هو يو جي تي 1 اي 1. ده ماله؟ ده في بعض الناس بيبقى عندهم الجين اللي مسؤول عن تصنيعه، اللي هي الفورم دي اللي هي 28 الليل. الفورم ده اهي بتعمل عندها ريديوسد اكسبريشن من الانزيم، يعني الناس دي بيبقى عندهم الانزيم ده قليل، وبالتالي مش هيقدر يتخلص من البيلروبين فهيعلى في الدم ويعمل جوندس، والحاله دي اسمها ايه؟ جيلبرتس سيندروم. تمام؟ انتوا عارفين معنى الكلمه دي؟ ان عنده النسختين اللي موجود على الاثنين كروموزوم كلهم بايظين. مش احنا بنقول اي شخص بيبقى عنده نسختين؟ هو بدا عنده بقى النسختين بايظين. اخر واحد مثلا سايوبيورين اس ميثايل ترانسفيريز، ده عباره عن انزيم بيقوم حاطط ميثايل على البيورينز اللي فيها اس. يعني احنا عندنا في ادويه انتي كانسر اسمها 6 ميركابتو بيورين، كفايه مثال واحد خلاص. يبقى دواء انتي كانسر اهو اسمه 6 ميركابتو بيورين. الانزيم ده اهو بيعمل فيه ايه؟ بيقوم جاي حاطط له على الاس بتاعته ميثايل، وبالتالي بيخليه ان اكتف. تمام؟ طيب لو واحد بقى الانزيم ده عنده فيه مشكله، ساعتها مش هيعرف يعمل ان اكتيفيشن للدواء ده اهو، وبالتالي هيعمل عنده توكسيك افكتس. يبقى اخر انزيم اللي هو ثايوبيورين اس ميثايل ترانسفيريز، ده عباره عن انزيم بيشتغل على دواء انتي كانسر اسمه 6 ميركابتو بيورين، بيعمل له ميتابوليزم بالميثايليشن عشان يخلصنا منه. لو ناس كانت من نوع اللي هم البور ميتابولايزرز اللي هو عنده النسختين بايظين ده، ساعتها هتلاقي مش هيعرف يعمل ميتابوليزم لل 6 ميركابتو بيورين، فهيزيد التوكسيك افكت بتاعته. كده نبقى خلصنا، يعني احنا ده اخر كده نبقى خلصنا.